اه انا عايزه اتكلم على الشخص اللي هو النقيض تماما، الشخص اللي بيدخل على رمضان وهو جاهز جدا وسخن جدا لاستقبال رمضان، مجهز بقى الجلابيه والسبحه والسواك وهيعمل كل حاجه وهيبدا عقدته من الاول وجديد. ده بيجي عليه فتره يا دكتور وبيزهق، بيمل، بيبقى عايز يرجع زي الاول، بيحصل له انتكاسه. ازاي يقدر الواحد يمشي خطوه خطوه ويمشي ويوصل بالتدرج العقيدي بالراحه من غير ما يقفش على نفسه عشان ما يزهقش وينتكس؟ يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث بيقول ايه؟ ان هذا الدين متين فاغل فيه برفق، ان المنبتل ارضا قطع وعلى ظهر ابقى. فدايما في وصايا انه ما نشدش على نفوسنا قوي، لانه النفس لما تضغطي عليها قوي زياده عن اللازم بتتمرد عليك، وده بيحصل مع بعض الناس، ان هو يشد قوي قوي جامد جامد، يقعد زي ما انت بتقولي كده يوم يومين ثلاثه اربعه زهقت خلاص بقى، فيبقى نفسه يعمل حاجه يكسر الطوق اللي عمله حوالين نفسه، ده مش مطلوب. ده الحاجه الثانيه انه يبقى في وسط الناس، يعني ما يعملش ده لوحده، يعني اغلب العبادات بتاعتنا في الناس، الصلاه في جماعه مع الناس، الزكاه للناس، الحج مع الناس، الصيام في حاجات كتير مع الناس، فيبقى مع الناس. الناس بيعملوا ايه؟ بيبقى في نوع من التحفيز والتحميس، وفي نوع من العدوى، انك لما تبقي مثلا بتشوفي حد بيعمل حاجه كويسه بتقلده، تعملي زيه، يا الله ده عمل زياده، طب انا كمان عايز النفس البشريه فيها ده. ايوه، وبالمناسبه بقى فيها ده في الحلو وفي الوحش، حقيقي فعلا. فحسب ما تحطي نفسك، حسب الدايره اللي انا فيها، الدايره اللي انت فيها بيعملوا حاجات كويسه هبقى عايزه دول بيشجعوني، او حتى كغيره، بس دي غيره حلوه ان انا اعمل زيهم حاجات كويسه. طبعا الناحيه الثانيه لو في حاجات مش ايجابيه وسلبيات برضو بتنتقل. يعني شرب مخدرات، شرب في وسط ناس، نادر لما حد شرب مخدرات لوحده. الناس اللي سرقت وعملت مش عارف ايه لازم حد بيعلمه، يعني المحفز.